أنا على حسب خبرتي يعني مع المجال ذوي الإعاقة قسمت العوائل في البيت إلى أقسام. إذا جاهم المولود عائلة تكتفي بالصبر، خلاص أنا أصبر أكله وشربه بس ما في أي تدخل ثاني، صبر فقط، خلوا يسوي اللي يبي نصبر عليه لنا الله. عائلة ثانية متوترة، يجيها الولد خلاص خط أحمر، الأبو متوتر، الأم متوترة، الأولاد متوترين، يؤثر على البيت كله. مرة الأم منعزلة مع الولد خلاص مهمة البيت، والأبو فصاير بيت مرة خط أحمر، وهذا خطأ طبعا. عائلة صابرة ومحتسبة بس إن عندها زي عائلة عبد الرحمن وغيرها مثله، بس عندهم اللي هو تقسيم المهام، الأم ماخذ مهام مثلا التعليم، البنات ماخذين مهام مثلا إنه يطلعون الولد، الأولاد يأخذون معهم الاستراحة، فيوم قسموا المهام ارتاحوا. في ولي أمر جاني قال أمه في الجانب التعليمي، أنا في الجانب الترفيهي والتدريبي أنا ماسكه، فكذا ارتاحت العائلة، الأم ارتاحت ولا مرتاح، قسموا المهام بينهم، وهذا الصح اللي المفروض إنه يكون. جميل. تقسيم المهام. اسمح لي.